اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا على قد الايد واكلتنا اللي كلها ان شاء الله على قد ايدينا. النهارده هنعمل حاجه كده طلب كتير جدا وهي البرجر. طلب البرجر وناس جربوه كتير وقالوا حلو جدا فقلنا نعمله تاني عشان الناس طلبوه، فبرضو زي ما بقول لكم كده القرايه غير لما نعمل قدام بعض، فقلت لا هي مناسبه كويسه لمناسبه المدارس او حتى لو غدا عادي نعمل مع بعض البرجر بطريقه صحيه جدا. البرجر بص ما فيهوش اي حاجه غريبه علينا خالص، هي كلها مكونات بيتنا. يعني انا عندي مثلا لحمه مفرومه وفول صويا عشان نكتر اللحمه المفرومه بقى وتبقى كتير وصحيه. فول الصويا ما تفتكروش لما حد يقول ايه لا 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 ده لحمتهم كلها فول صويا، فول صويا ده مفيد، ده نبات، فول صويا ده نبات ومفشرينه كده زي بصوا عامل ازاي؟ متفشر هو كده، يعني هو اصلا المفروض حبوب بس هو بيفشروه بالطريقه دي، تشتريه يبقى بالشكل ده كانه بصوا عاملين زي اللحمه زي بس لونها فاتح. فالفول الصويا مغذي جدا ومفيد، فما فيش اي مانع ان احنا نحطه على اللحمه ومبقاش فقدنا منها اي حاجه، يعني هي كده 100 100. فعندي هنا لحمه مفرومه، بص مكونات قليله جدا، لحمه مفرومه، فول صويا، بصل وتوم باودر، معلقتين دقيق، معلقتين كاتشب. انا بديكوا بقى التوم والباودر والبصل باودر والكاتشب بديكي طعم حاجات المصانع والمحلات. لو انت عايزه تعمليها بطريقتك ما عندكيش لا توم باودر ولا بصل باودر ولا عندك كاتشب عادي جدا، بس حاولي تجيبي فول الصويا عشان يكتر لك المواضيع وتحسي ان انت عملتي حاجه مفيده او انجزتي يعني في حاجه. انما لا ممكن تحطي عليها بصلايه عاديه مع فصين توم، بصلايه مبشوره مع فصين توم، وتعمليها بنفس الطريقه عادي مع فول الصويا عشان تحسي بس ان هي ايه قريب من بره شويه، مبقاش طعم الكفته. يعني بديكي الحاجات دي تديكي طعم البرجر اللي انت جايباه من بره، مبقاش فيه طعم الكفته. طب ما عنديش بصل وتوم باودر، انا ممكن احط ايه؟ ممكن احط مكعب مرق واروح فرمها معاه او الكيس الباودر. يعني ممكن تبدلي اي حاجه باي حاجه وتعملي حاجه طعم مش طعم بيتي، فاهمه ازاي؟ فانا اللي جايبه لكم النهارده هو التوم والبصل الباودر، ومش غالي خالص بقى، سعره عادي جدا من اي محل، ممكن تجيبي 3 جنيه من العطار هيديكي حبه كويسين وما تكتريش. يعني ما تقوليش لا انا اجيب حبه واخليهم عندي عشان التوم والبصل الباودر بيبوظ بسرعه. يعني لما تجيبي ما تجيبيش كميه كبيره، كميه صغيره تخلص هاتي غيرها، تمام كده؟ فانا مثلا لو هعمل نص كيلو من اللحمه المفرومه احط عليه قد ايه فول صويا؟ هحط عليه كوبايه، اجيب كوبايه فول صويا كده واروح مشطفاها بتلاقيها اتضاعفت حجمها بقت قدها مرتين مثلا، خلاص؟ فهنا هجيب اخد نص كيلو من اللحمه المفرومه عليها كوبايه من الفول الصويا اللي هو المجروش. ما تجيبش الحبوب، خليك تلاقي كتير عندهم حبوب، لا اقول لهم انا عايزه اللي هو المجروش، تمام؟ وهتروحي شطفاه بميه وده الامان الميه وسايباه، هتلاقي هو فشر لوحده عشان ما يبقاش كله ميه ويبقى طري قوي معاكي. زي ما بنعمل في البرغل كده بالظبط، بنشطف ونرجع ايه نسيبه شويه فتلاقيه هو لوحده بدا ان هو يطرى. معلقتين دقيق على نص كيلو اللحم، معلقتين دقيق، توم باودر وبصل باودر وفلفل اسود وملح طبعا. توم باودر وبصل باودر دي معلقه كبيره، معلقه كبيره ومعلقه كبيره، فلفل اسود معلقه صغيره، الملح برده معلقه صغيره، الكاتشب معلقتين كبار هيديكي لون ويديكي طعم جديد شويه جوه الايه جوه البرجر بتاعك. لازم الاحسن طبعا، مش هقول لك لازم، ان انت ممكن تعملي برده لو طحنتيهم عند الجزار يبقى حلو جدا. يعني انا هجيب هنا اللحمه المفرومه، بسم الله الرحمن الرحيم، المطحنه بتاعتي دي او اطحنيهم، يعني مش عارفه اطحنيهم اي، لو عندك اطحنه صغيره شويه اعمليهم حبه حبه اي حاجه. طبعا دول اكتر من كوبايه، انا هاخد بس قد الكوبايه كده الايه اللي بعد ما نقعتها، بتبقى حوالي كوبايه ونص او اتنين. طب ممكن دي كده كويسه، دول كده حلوين قوي، ماشي. حط عليهم معلقتين دقيق تديكي نعوميه كده في الايه في البرجر، معلقه كبيره بصل باودر، معلقه كبيره توم باودر، معلقتين كبار من الكاتشب، هجيب بقى ايه ملح ملح وفلفل. يا ندى، يا ندى، الو الو، ازيك يا ندى؟
الحمد لله. ازيك يا شيف نجلاء؟ الحمد لله. ازيك انت عامله ايه؟ الحمد لله. حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله. ايه اخبارك؟ تمام. ماما بتحب حضرتك قوي. ربنا يخليكي حياتي، سلمي لي عليها كتير. الله يسلمك. الله يسلمك. بس عايزه اعرف طريقه البسكوت بتاع امبارح. حاضر عيني. ماشي يا حبيبتي، شكرا ليكي. يا سلام. بص بقى الفرم ازاي؟ بيتفرم قوي كده. طبعا انا مجهزه ايه، بطاطس وخس للتقديم بقى، يعني بنعمل سندوتش كده هنقدم جميل بطاطس محمره ويعني وايه وجنب وفي ايه خس بقى، طماطم بصل زي ما انتوا عايزين، الدرجات اللي انتوا عايزينها دي. هجيب اكياس ثلاجه زي كده وابدا افتحها. معانا ام ابراهيم، اهلا وسهلا. ازيك يا مدام نجلاء؟ ازاي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله. والله الحمد لله. عمي. الحمد لله يا حبيبتي، الحمد لله. اموريني. الله يخليكي. معلش يا مدام نجلاء، ممكن اعرف اسم الفرن والعجان اللي مع حضرتك لو سمحتي؟ حاضر، الكنترول هيقول لك. حاضر، شكرا جدا ليكي. بص كده فتحت اكياس بالطريقه دي. طبعا البرجر دي كمان من الحاجات اللي بنخزنها في الفريزر، يعني تقعد معانا فتره حلوه محترمه. بس نضحك حلو قوي كده الاول. عشان كده بقول لك لازم مكنه زي دي او عند الجزار، تطحني عند الجزار. معانا رحاب، اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. عامله ايه؟ تمام يا حبيبتي الحمد لله. بصي انا بس عايزه منك حاجه، انا عايزه العيش الفينو اللي انت عملتيه امبارح لاني ما لحقتش اشوفه. ماشي حاضر. وكنت عملتي قبل كده اللانشون البيتي، فبرضه الحاجات دي لطيفه في المدرسه. حاضر عينيا. ليكي سؤال تاني؟ ليك. شكرا جدا ليكي، شكرا. خلطة كمان بس كده وخلاص. بس كده. بص بقى طحنتها حلو قوي كده، نعمتها خالص. انا نعمت ايه دلوقتي؟ البرجر اللي انا عملته ده نص كيلو من الدقيق، نص كيلو من خدت على الدقيق انا نص كيلو من اللحمه المفرومه، نص كيلو من اللحمه المفرومه. بصوا انت بفرشه كده بس هندهن الصينيه. ماشي، يعني بسيط خالص، زيت بسيط. نص كيلو لحمه مفرومه، معلقه كبيره بصل باودر، معلقه كبيره توم باودر، معلقه صغيره من الملح مش مليانه، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقتين كبار من الكاتشب، كوبايه منقوعه فول صويا. اتنقع معاكي لمده نص ساعه، يعني مش كتير قوي. ماشي، هاخدهم كلهم واطحنهم على بعض. اللحمه المفرومه، الفول الصويا، الكاتشب، البصل الباودر، الثوم الباودر، والملح والفلفل، حاجات مش كتير اهي. وبعدين اطحنهم حلو قوي. لو عند الجزار يبقى ماشي، لو ما عندكيش المكنه دي خدي عند الجزار خليه يعملها لك. وبعدين هنيجي بقى نعمل ايه، طحناهم حلو كده. نبدا بص نعجنها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. دهنت صينيه بالزيت، انا هعملها في الفرن. حابه تعمليها في الطاسه اعمليها في الطاسه كده. وقفي عليها الكيس عشان تديني ايه، وحط معلقتين دقيق، خلي بالكم من ده اوعي ننسى. حطيت معلقتين دقيق، نظبطها كده
طب بتعملي الحجم اللي انت عايزاه او حسب حجم العيش اللي انت هتجيبيه. انا هشتري له عيش كايزر او انا عملت زي ما انت عايزه. طب صديقتنا كانت عايزه دلوقتي العيش اللي عملناه امبارح، انا عملته امبارح بالزبده واللبن. انا عملت 3 كوبايات دقيق، 3 كوبايات من الدقيق، حطيت عليه نص كوبايه من الزبده، معلقه من الخميره، معلقه صغيره حتى من الخميره او صغيره بس مليانه، معلقه سكر، رشه ملح، وعجنت باللبن. عجنتها باللبن، سبت العجينه خمرت، سبت العجينه خمرت، وبعدين روحت مشكلاها كور، وبعدين الكور دي سبتها ترتاح 10 دقايق، ورحت مشكلاها العيش الفين اللي انا عاملاه الشكل اللي انا عايزاه يعني اللي هو الطويل دوت، ورحت رصاه جنب بعضه في الصينيه، سبته يرتاح قد 10 دقايق كمان، ورحت او ربع ساعه، ورحت ايه؟ ورحت حطاها في الفرن على درجه حراره 200، سبتيها من تحت شويه وبعد او على الشبكه لو هو سخن قوي على الشبكه على طول، وسيبيه لغايه ما يستوي، ما بياخدش ربع ساعه. بصوا كده بس ايه معانا مدام الهام، اهلا وسهلا. يا صباح الفل والهنا يا مدام نجلاء. اهلا وسهلا بيك، ازيك صديقتي؟ عامله ايه حبيبه قلبي؟ الله يخليك. الحمد لله. يا اخبارك؟ ويخليكي لينا لان الورده الجميله بتاعتنا انا مستنيه. ربنا يخليك. متابعاني على طول على الواتساب. اهلا وسهلا استاذتي وحبيبتي. ربنا يخليك يا رب. سلامي، ما يحرمنيش منك ابدا. انت كلك ذوق، ربنا يخليك. وربنا يبارك لك في سندس واخواتها، واقول لك ربنا يخليها لك يا رب، وكل مليون سنه وكل وقت وهي طيبه. الله يكرمك. وطبعا عيد ميلادها ده استحاله ان انا هنساه طبعا ابدا، عشان هي 3 وانا 14. كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي، ونبارك لك ليها وهي في الثانويه العامه، ودكتوره كمان تشوفيها دكتوره. ربنا يخليك يا رب. في بيتها وتفرحي بيهم كلهم، وانت كده اموره كده. الله يكرمك يا رب. انت جميله يا مدام نجلاء. الله يكرمك. ده من ذوقك والله يا حبيبتي. الله عليكي يا حبيبتي. الله يخليك. وان شاء الله ربنا يحميكي ويخليكي لينا يا حبيبتي. الله يخليكي وكلك ذوق، وكل سنه وانت طيبه. شكرا جدا ليكي. بصوا كده، بصوا بتطلع بقى ملساه ازاي. انا بس بعجنها كده في ايديا عشان اطلع لو فيها هواء، انا بطلعه بالايه، بالحركه اللي انا بعملها دي. ماشي، بعجنها كده كده. يا ريت نبقى نطلع ننزل كمان البرجر لو سمحتوا، اللي هو من غير لحمه، عشان ده اساس اللانشون، اساس اللانشون اللي من غير لحمه. هنطلعهن. لا، عايزين اللانشون. هي كانت عايزه اللانشون البيتي، فمش عارفه هي كانت عايزه اي لانشون، بس يعني هاتي الاساس بتاعه اللي هو من غير حاجه خالص، ده الاساس. بصوا كده اهي، ماشي. ممكن بقى نخزن البرجر ده ازاي؟ احنا ممكن نخزن البرجر ده ان احنا بعد ما نشكله بالشكل ده بنحطه في كيس نايلون كده على طبق فويل، ونشيله في الفريزر بالشكل ده. تحب تستعمليه على طول تطلعيه في الفريزر وتستخدميه، سهل جدا. وهوريكي دلوقتي انا هحسبي بس كام واحده، والباقي هوريكي ازاي نحطه في الطبق. طيب معانا عبير، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك؟ الحمد لله. ازيك انت، عامله ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. الحمد لله. انت ايه اخبارك؟ الحمد لله تمام. ما شاء الله عليك عسوله. ربنا يخليك، انت اللي جميله، ربنا يكرمك يا رب. ربنا يخليكي. الله يخليك. ما شاء الله عليكي بتضحك على طول. الله يكرمك يا رب، ده من ذوقك يا حبيبتي، ربنا يخليكي. انت عامله ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. ما شاء الله عليها. الله يكرمك يا رب. جربتي حاجات بقى ولا عملتي ايه ولا لسه ناويه تجربي؟ بقى ناويه ان شاء الله. ان شاء الله على خير، شدي حيلك. لا تيأسي. ان شاء الله حبيبتي، ان شاء الله. ليك اي سؤال طيب؟ حابه ابعت لبنتي بس اسمها لبنى. اتفضلي. كل سنه وهي طيبه بمناسبه عيد ميلادها السهره ده ان شاء الله. ان شاء الله على خير، كل سنه وهي طيبه. شكرا جدا ليكي. بصوا كده، انا بحاول انا ايه اظبط الشكل كده، والكيس اللي بينعمها لي كده بيخليها ايه، مش مخرفشه. ماشي، فممكن ايه كده، اخر واحده، اخر واحده بقى كده، عشان عايزه احط لكم في الكيس كام واحده بس، دول عشان ادخليهم يستووا ونعمل مع بعض بقى سندوتشات تنفع للمدارس كمان بكره ان شاء الله. كده معانا مريم، اهلا وسهلا. ازيك يا شيخ؟ ازيك انت، عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. ايه اخبارك يا مريم؟ الحمد لله.
انا عاوز اعرف طريقه الكب كيك. كب كيك، حاضر، شكرا يا مريم، شكرا ليكي. بصوا بقى كده هبدا بس انزله تحت كده عشان ايه يستوي اسرع. انا ما يهمنيش بقى ده مش لا عجينه ولا غير، بس اخلي بالي طبعا منه جدا عشان ما يتحرقش من تحت. وابدا بقى اعمل كام واحده كده اوريكي ازاي نشيلهم في الفريزر في اطباق فويل عشان وقت الاستخدام ايه نلاقيهم على طول. طيب انا هفضل ان انا زي ما وريتك كده ان انا اسوي او اشكل البرجر، وهطلع فاصل وهرجع بعد الفاصل اوريك عملت فيهم ايه. وفاصل ونواصل. على قد ورجعنا من الفاصل. بص بقى البرجر بالطريقه دي كده، طبعا دول مش هسيبهم لبره كده. انا جبت طبقه فويل ماشي، حطيت على الكيس هنا حبه، ابدا اقفل الكيس كده عشان يعمل طبقه تانية. يعني ما احطش برجر على بعضه غير بين له لازم كياس. الكيس اهو كده اجي اطلع، فحتى لما يتلج واحب اسحب هسحب الكيس هيروح طالع بسهوله ماشي بالشكل ده. اروح مغطيها بكيس كمان من الكيس وهروح ايه مدخله الفريزر بقى. اوكي ازاي هيكفي يحط، لو كيس يكفي يحطه جوه يبقى كويس. ده ترخمني ليه؟ مش مهم. هيحيرني. خليه بجيب له كيس اكبر. ماشي؟ طيب نعمل بقى حاجه حلوه كمان تنفع المدرسه او تنفع البيت، وهي تنفع المدرسه برضه يعني اغلبيه الحاجه اللي بعملها تنفع تتشال للمدرسه يعني. فمن ضمنها النهارده كب كيك المكرونه. كب كيك المكرونه ده بصوا هو يعني طبعا كتير يقول لك هناخد مكرونه المدرسه، في كتير بياخدوا مكرونه المدرسه، بس يعني زي ما انت عايزه، لو حابه توديها وديها، مش حابه يبقى هنعمل سندوتش البرجر وحلو قوي كده. بصوا بقى هنا عندنا مكرونه صغيره مسلوقه، مكرونه صغيره مسلوقه. بصل، طماطم، بيض، وجبنه رومي، وملح وفلفل، وشويه زيت. حاجات بسيطه كلها اهي، وكلها حاجات صحيه جدا. يعني المكرونه دي حلوه جدا، مفيده للاولاد، حلوه برده قوي. البصل مضاد حيوي زي ما اتفقنا، محترم جدا، احديهم بيه طاقه حلوه على الصبح كده، مضاد حيوي حلو، البرد جاي وعايزين نكتر في اكتر اكلات بتقوي المناعه وتدينا مضاد حيوي للجسم. واكتر حاجه بتقوي المناعه هي الثوم، واكتر حاجه مضاد حيوي هي البصل، واحنا ما شاء الله سعره معقول جدا الحمد لله حتى الان، فهنستعمله كتير. فعندي بصل، عندي بيض، جبنه رومي، مكرونه مسلوقه. هعمل ايه؟ انا عايزه بس ايه اخد البصل ما اخليهوش ني كده. هاخد البصل تشويحه، انا طبعا انا ممكن اعمل مثلا 6، اعمل 10، اعمل 12، زي ما انت عايزه، تمام كده؟ انا هنا كان في قوالب اكبر من كده بس دي صغيره شويه، يعني كنت عايزه اعملها اللي هي البيضه في وسط المكرونه، بس دي مش هتكفي، دي هتاخد بيضه كلها. بس قاعدة الصفار بقى. بس فبسخن بس كده شويه. معانا رباب، اهلا وسهلا. ازيك يا شيف نجياء؟ ازيك ازيك عامله ايه؟ صباح الفل. الحمد لله، اخبارك ايه؟ الحمد لله. ازيك انت عامله ايه؟ اخبارك؟ تمام تمام الحمد لله، كل سنه طيبه. وانت طيبه حبيبتي، ربنا يخليكي. انت عامله ايه؟ الحمد لله تمام. انا كنت اتصلت بيك يوم يعيش بلدي، واخدت وصفات العيش وبالفعل عملتها طلعت تحفه. والله طب الحمد لله، برافو عليك، تسلم ايديكي. عزمة ناس اصحابي على كبده وسمان وعملتهم انا عيش في البيت بصراحه. ما شاء الله عليك، طبعا انبسطوا قوي. وعيالي حتى ابني في سنه 5 وقف هو سواه وحب ان هو قد كده. انبسط بيه ما شاء الله. انبسط بيه وهو بيقول يا ماما انا احط انا وانا اعمل انا. لا جميل جدا العيش، مع انه يعني بالنسبه لك هتلاقي سعره قليل بالنسبه للاكل اللي انت عملتيه التاني، اقل سعرا بس هتلاقي عليه اكتر اقبال. عملت كوبايتين دقيق، وعملت كوبايه اسمر. اسمر ما شاء الله. لا كان حلو، تسلم ايديكي. بس تسلم ايديكي انت. بس بعد اذنك اتفضلي. في كنت انت عملت من فتره عيش فينو، انا عملته بالفعل كان هو ضخم قوي. ازاي؟ عيش فينو بس كان كبير. كان الصاج كنت انت عامله فيه 3. العيش، لا انت مش عايزه تعمليه صغير اعمليه صغير. لا انا عملت بالفعل الكبير، عجب عيالي قوي. طيب عجب كويس. طيب الحمد لله. معلش انا خدت الوصفه في ساعتها وعملتها بس ما كتبتهاش، ممكن تنزلي لي؟ كنت انت حاطه فيه عسل ابيض. كنت حاطه فيه عسل ابيض. طب حاضر هشوفهولك. حاضر عيني.
ماشي، شكرا جدا ليكي. اسمه العيش، كان العيش اني ده يا اميره؟ اميره كان العيش اني، اني عيش حطينا فيه عسل ابيض، حطينا وشوفوا لي اللانشون بقى. يا اميره راحت فين؟ غرقت ولا ايه؟ وقت البت فين؟ بس البصل بقى ابدا ان انا ايه ادبله كده، اطريه خالص، اطريه. انا كده بسوي البصل ماشي. انا لو عليا هحطه ني مفيش اي مشكله، بس عشان المدرسه بقى وريحه البصل والكلام ده، فالاحسن ان انا ايه اديله تتبيله كويسه كده، في يدبل حبه مع شويه ملح وفلفل. ماشي كده، انا حطيت معلقتين زيت بس ما كترتش، مش عايزاه برضه يبقى مدهنن قوي. جيب بوله، بصوا كده خلاص اطلعه بره النار كده، احطه في البوله. انا دوك سويت البصل بس ماشي. مكرونه بقى حسب الكميه اللي انا عايزاها اللي هحطها في الايه في الكب بتاعي، يعني مثلا انا هعمل 6، ممكن زي ما قلت تعملي طبعا لو اكتر ممكن قوي، انا ممكن اكتر واحط في القالب ال 12 حتى كمان يعني مش مشكله. ماشي دول كفايه ده كده ايه، بصل عليه ملح وفلفل ومعاه الايه المكرونه. هنا بقى هجيب شويه زيت في القوالب دي، ادهنها بالزيت ورشها بقسماط، ادهنها بالزيت ارشها بقسماط علشان ايه البرجر كده خلاص، علشان مش هيتاخر عليك البرجر بيستوي بسرعه. زي ما بقول لك حابه تعملي في الطاسه، انا ممكن اسوي لكم دول في الطاسه اللي انا خزنتهم دول، وممكن زي كده في الفرن. بتبقى طبعا انا بحب الفرن اكتر صراحه، بس لو انت مستعجله الصبح وعايزه طاسه نسويه مع الطاسه مش اي مشكله. نحط لها زيت كده، لو عايزه تعملي في الورق الكب كيك اعملي بحيث ان هو يطلع كده يروح مع هم المدرسه، برده حلو قوي كحاجه مختلفه. يعني لو مش عايزه تعملي سندوتشات وعايزه تديهم من دي حلوه جدا وشغاله، فممكن تعملي في ورق الكب كيك. في على فكره قوالب اكبر من دي، يعني انت لو حابه تشتري مثلا قوالب اكبر من دي لحاجات تانية برده الكيكه او لحاجات تانية، في قوالب بتبقى واسعه كده شويه، دي حلوه قوي للحوادق بالذات. تمام، مفيش ورق، كنت عايزه اوريك الورق بس مش مشكله. اجيب بقسماط ناعم عشان ده بقى الطبق اللي هتخليني اعرف اطلع الكب كيك الكب مكرونه من الايه. بسم الله الرحمن الرحيم، دي الطبطينه بقى معانا. هناء اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك طيب؟ وانت طيبه ربنا يخليكي. ايديك على اكلات جميله فعلا على قد ايد كل الناس. الحمد لله ربنا يخليكي. الله يكرمك يا رب. الغلا دي تسلمي يا رب، رب يخليك. الله يكرمك يا حبيبي، ده من ذوقك ربنا يكرمك. انت عامله ايه؟ منوره الدنيا كلها يا رب، خليك يا رب. الله يكرمك، الله يخليك. بعد اذنك عايز ابعت تهنئه لبنت عيد ميلاده كان 1/10. اتفضلي. اسمها سراء الصاوي، هي في ثالثه اعدادي. كل سنه وهي طيبه. وانت طيبه تسلم. الله يكرمك. معلش لجوزي كمان. كل سنه وهو طيب، ناس بتعيد ميلاد. كل سنه وهو طيب وانت طيبه، ومتشكره جدا ليكي ولذوقك. بص كده هاخد بقى بياض البيض احطه هنا. لو كان الطبق ده اكبر شويه كنت انا حطيت البيضه كلها. خلي الصفار هنا.
حاولي برضو ما ايه ما تبوظيش الصفار، سيبيه كده عشان نحطه في وسطها. بالراحه كده عشان ما يتفتحش. لو انت لسه قلقانه انك تفتحي يتقطع منك الصفار، لا ممكن تحطيه في البيضه زي ما هو كده. بصي يعني ننزل البياض ونخلي الصفار زي ما هو في اي حاجه كده، بحيث انا لما احب ان انا استعمله الصفار لوحده، ممكن انت تعملي تقطعي الصفار، انت عايزه تقطعيها عشان شكلها يفضل حلو زي ما هو كده، فهتروحي عامله ايه؟ سايباها في القشر طبق كده، حطي الصفار كل واحده في قشرتها زي ما هي. انا عامله كده كل واحد بيضه، ماشي؟ اهو كده نسندها بيها كده بحيث اخدها استعملها على طول. كل واحد بقى يعمل اللي يريحه كده. اخر واحده كده، اخليها بقشرتها كده عشان هستعملها دلوقتي. معانا فاطمه، اهلا وسهلا. اهلا بيكي، ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله، اموريني عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، الحمد لله. انت ايه اخبارك؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. عايزه اطلب منك طلب. اموري اتفضلي. عايزه اعرف طريقه العيش التوست. عيش التوست، حاضر، شكرا جدا ليكي. بصوا كده بقت المكرونه ببياض البيض بملح وفلفل بالبصل اللي شوحته وشويه جبنه رومي. خلاص كده يبقى ده بياض البيض بس، الصفار اهو. هاجي بقى اعمل ايه؟ اشطف ايديا بس. بصي كده ده كده. انا بطنت زي ما انت شايفه كده القالب بايه، بالزيت والبقسماط الناعم، ورحت شايله البقسماط الناعم اللي فاضل فضيته منها عشان ما يبقاش بس في ايه طبقه من تحت كبيره، يا دوبك هي كده. حلوه قوي. هاجي هنا احط بقى في كل واحده كده ايه مكرونه، يا ريت تجيب الكب الاكبر هيبقى احسن. هحاول اعمل حفره هنا عشان الصفار. من تحت الحوض. خدت من تحت الحوض. لا يا بياض البيض هيمسك اكتر حاجه. قول. والله الفزوره دي بيقول لكم فزوره يا جماعه، هو بيقول لكم عايز كل واحد يحلها. بياض البيض اصفر ولا ايه؟ ولا اصفر؟ جاوبوا، يلا جاوبوها انتوا بقى. حد شاف صفار هنا يا جدعان في البتاع؟ حد كده بصوا. بس الصفار حط كده. معانا منى، اهلا وسهلا. الو الو، ازيك يا منى؟ الحمد لله. عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. ليكي اي سؤال؟ ازيك يا شيف نجلاء؟ الحمد لله يا حبيبتي. انت عامله ايه؟ الحمد لله الحمد لله. ليكي سؤال؟ قولي لي. بحبك قوي قوي قوي. ربنا يخليكي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. انت عامله ايه في المدرسه؟ الحمد لله الحمد لله. ليكي اي سؤال يا منى؟ قولي لي. الهريسة. هريسة، حاضر، عيني. حط بس شوية فلفل اسود كده عشان الصفار ده. أبيض. قول لي ما جاوبتيش. بياض البيض أبيض. يا
اذا كان بستعمل البيضه. طب استنى حد ناس شكل البيضه ايه؟ طيب ماشي بس كده، ونحطها بقى في الفرن خلاص. هتطلع بقى ان شاء الله تتقلب منك تبقى ايه، حته واحده حلوه كده تروح المدرسه. بس زي بقول لك الصغنن ده هيعوز بقى منها اتنين تلاته، مش واحده بس، دي معلقه، دي معلقه مكرونه، زي شتير معلقتين بالظبط مكرونه. تمام. انا ممكن بقى اعمل ايه، كل ده انا احطه في صينيه لوحده لو انت عايزه، يعني لو انت عايزه تعمليها صينيه، لو انت عايزه تعمليها في القوالب الاكبر. انا بالنسبه لي طبعا في الحوادق القوالب الاكبر احسن كتير. طيب دلوقتي انا هدخلها الفرن وهطلع في فاصل، ونرجع بعد الفاصل نكمل وصفاتنا. في فاصل ونواصل. ورجعنا من الفاصل. بقطع بطاطس، هعمل لكم خلطه دلوقتي زي سلطه البطاطس بالظبط، بس البطاطس محمره، وهعمل بطاطس كمان اللي تقدم مع البرجر بقى اللي هي الصوابع. بس الخلطه السلطه دي ممكن تتاكل جنبها لو مش عايز تعملي صوابع، دي اكله والله بتتاكل لوحدها من غير اي حاجه جنبها خالص. الاكله دي حلوه جدا، اللي هي ايه بقى؟ بطاطس بالثوم. البطاطس بالثوم دي بتتعمل ازاي؟ عندي بطاطس، خل، ثوم، بقدونس، ملح وفلفل، بس بسيطه خالص اهي، ما فيهاش اي حاجه خالص. يبقى انا عندي ايه؟ بطاطس هحمرها، هحمرها مكعبات كده عشان تبقى زي السلطه بقى. وعندي خل، عندي ثوم، عندي شويه بقدونس، كلها مواد غذائيه كويسه جدا جدا للجسم. دي تتاكل بقى، عايز تاكليها بعيش لوحدها كليها، دي غدوه برضو بسيطه جدا وحلوه. مش لازم كل الاكل يبقى كل يوم اعمل شغلانه، لا انا ممكن راح اكون محمره البطاطس دي وهحطها اخلي وتوم وبقدونس. اخدت نشويات واخدت البقدونس في الخضار، طبعا البطاطس خضار برضو، اي نعم حمرتها بس عادي، احنا بنحب البطاطس المحمره ما عندناش اي مشكله فيها. ونحط لها الخل والتوم اللي حواليك الطريقه بتاعتها دلوقتي، وخلاص على كده. اكله سهله مش مكلفه، ويعني عايزه اقول لكم غنيه بالفيتامينات جدا، ده اولا، ثانيا شهيه جدا. يعني اللي يشم ريحتها كده استحاله يقول لك انا مش هاكل. شوف بس كده البطاطس اخبارها ايه؟ الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. وانا بنزل البطاطس ما بعدش ايدي قوي عشان ما ترطش عليكي كده، قريب كده ما تقلقيش، طول ما هي اقرب شويه هتلاقيها ايه، ما بترطش. كل ما تبعدي هتلاقيها بتنطر عليكي كتير. نحطها كده فوق بعضها حتى، وبعدين ايه، ابدا ان انا اوزعها في الزيت زي ما اتفقنا. برضو من ضمن ارشادات التحمير ان احنا لما نيجي نحمر حاجه الاولاد ما يبقوش في المطبخ، ده اولا. ثانيا لازم تحطي الطاسه في ابعد حاجه عندك في البوتاجاز لجوه، لازم تحطيه لجوه. وبعدين لما تيجي تطفي البوتاجاز بعد ما تخلصي ما تشيليش الزيت على طول، سيبيه لما يبرد بعدين شيليه، يعني خليه لجوه كده وانسيه لغايه ما يبرد خالص، لان انت ممكن وانت بتنقليه في اي حته ممكن يتعوج اي حاجه لا قدر الله، فلازم ان انت تخليه لجوه. تمام كده. يبقى انا دي الحاجات المهمه اللي بقولها لك، ما نحطش الزيت البطاطس من بعيد فحطرتش عليك، لا بالراحه كده نزلي هينزل معاكي بالراحه. ثانيا هيكون جوه، الاطفال ما بقاش موجود معاك خالص في المطبخ وانت بتقلي، وثانيا هيكون جوه. تمام. في لا قدر الله ساعات بيبقى ايه، انت بتحمري بتلاقي خصوصا في الطاسات اللي هي الصغيره بتلاقي النار لبست هنا في الطاسه، ان طبعا الزيت بيولع بسهوله جدا. فلو طبعا مش بتبقى كهرباء بقى، بتبقى نار مش كهرباء، فممكن وانت بتعملي اي حاجه بتلاقي النار مسكت في الطاسه. طبعا اول حاجه ما تعمليش حاجه ولا تشيلي، اوعي ترشي ميه خالص خالص، بتطفي بس البوتاجاز وتسيبيها هي هتهدى لوحدها. حاولت لقيتيها مثلا ما بتهداش باي فوطه عندك وغطيها، غطيها كلها ما تسيبيلهاش منفس، بس يعني لازم تبقي جريئه، اللي يخش المطبخ لازم يبقى جريء شويه، بس هي تعود. بس انت لو خفتي وجريتي هتلاقي الموضوع بيزيد، لا انت اطفي البوتاجاز وسيبيها، لاحظتي ان ممكن تمسك في اي حاجه باي فوطه باي حاجه جنبك، وابداي ان انت ارمي عليها كده غطيها ميه خالص. لا معايا مين؟ صفيه، اهلا وسهلا. السلام عليكم مدام نجلاء. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله بوجودك، ربنا يخليكي. بحب خالص
رحت وكلمت حضرتك قبل كده. يا اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا. والله ربنا يخليك ويخليك ولادك. يا رب يا رب. الله يكرمك. اللي قدرت تلفت حرير والله. الله يكرمك. تسلمي تسلمي، ده من ذوقك. انت مدام نجلاء وحلفتك المره اللي فاتت عشان كنت عايزه تأجير الحجازيه. اه طب انا اسفه جدا. نزلها وطنشتوني. لا 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 والله معلش، تهي عليا معلش معلش. حاضر عين حجازيه يا جماعه. اه معلش هنعمل حجازيه الاسبوع الجاي خلاص اهو ان شاء الله. تبقى بيحاولوا يصلحوك كمان اكتر ان شاء الله الاسبوع الجاي نعمل لك الحجازيه عملي. طب اللانشون نزل والعيش الباكت اللي هو بالعسل. طيب اوكي ماشي. اللي راحت فين؟ اه يلا الحمد لله. بصوا كده اقطع بطاطس بقى محمره جنب الايه، انا عاملاها دي البرجر بقى مش عاملاها للسلطه. اما تنزلوا الحاجه قولوا لي عشان انا ما سمعتكوش اللانشون نزلتوه ولا ما نزلتوش يا جماعه. ماشي، اللي ينزل الحاجه يقول لي. يعني اللانشون نزل ولا ما نزلش؟ نزل. طب ماشي، يا ريت تكونوا صورتيه بقى والنبي مش مركزه معلش. ادي كده الخبز الباجيت اهو اللي بالعسل، يا ريت تصوريه لو معاكي موبايل صوريه هيبقى اسهل كده عشان ما تمسحش من عندك، عشان انا مش عارفه مش تلحقي تكتبيه، بس هو ربنا هي مقاديره مش كتير، فشوفي بقى اللي يريحك ايه. ماشي اهو كده هنعمله صوابع طويله كده شويه ونسيبها في الميه كده حبه على ما نطلع ايه عشان ما يسودش، بس على ما نطلع اللي هنا. هاجي هنا بقى اجيب طاسه عشان اعمل ايه، مفيش طاسه اصغر شويه، خلي دي طاسه. انا شكلي متقلبه، فين الحاجه يا ولاد؟ طاسه اصغر شويه، ملاحظه ان انا المطبخ بقى فاضي كده. بص هجيب ايه، انا هسخن بس الطاسه احط فيها شويه من الزيت، معلقتين بس كفايه زيت اللي في البطاطس، بس لازم احطش انا احمر ايه التوم، فلازم احطه يعني معلش مضطريه. انا بسخن قرب ما ايه هنا البطاطس بدات تتحمر اهي، عشان كده ايه بدات ان انا اسخن الطاسه، او حتى لو حمرت ده لوحده مش مشكله، بس انا يعني بوفق الاتنين مع بعض. ويا بخت المفرسين في الحلال والله. عايزين نعمل في البرنامج ده يا ولاد حاجه كده، العرايس يكلمونا والعرسان يكلمونا، اللي عايز عريس يكلمنا واللي عايز عروسه تكلمنا كده يعني. يبقى نعمل كشكول بقى قد كده. لا مش بهزر. احنا عايزينه يبقى اساس في البرنامج وسيجمنت كده مخصوص للموضوع ده، لازم نخدم الشعب لازم. طب والله بيقول له عرايس كتير صح، بيقولوا عرايس كتير قوي، ويجي العرسان يقولوا مش لاقيين العروسه او مش لاقيين العروسه المناسبه، هم بيدوروا وهم بيدوروا. طب ما تيجي نعمل اتفاقيه مع بعضينا. فعلا شفتها الحكايه دي كتير، يقولوا ما فيش عرايس ويقولوا ما فيش عرسان، ازاي يعني الكلام ده؟ بص بقى انا كده هي احط معلقه ثوم، اول ما اجي الحاجه اميره سجلي على طول بدبسها. عادي والله مش مشكله، احمر بس الثوم بقى كده شويه، مش احمر يعني مش احمره قوي، يا دوبك كده ايه يبدا يستوي. معلقه ثوم طبعا، كميه الثوم قد البطاطس اللي انت هتحطيها، ما تبقاش قليله يعني. انا حاطه على كميه البطاطس دي 3 بطاطسات كده وسط، حطيت معلقه ثوم كبيره. ماشي تسخن بس كده يعني، ده شكلها هاديه، اوعي تتحمري غير لما اخلص. مكرونه رابط خلص، هي ما تاخدش وقت اصلا. هتسخن اهي،
تبدا تزعق بقدونس وخل ماشي. استنى عليها ثواني. هبدا اطشها بالخل. معلقتين كبار من الخل كده وعليها بقدونس حبه كتير على التوم كده على النار اهو. ريحته بتيجي في العين. ايه عليه البطاطس. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام ما شاء الله على الزبطه. ممكن جدا ماشي كده. هروح ايه حط البطاطس دي كلها كده خلي بيطلع في العين هنا كده. بس كده خلاص هي خلصت. اقلبها واقدمها اكتر من كده مفيش. وهحط بص التانيه تتحمر هي كمان الصوابع كده. دي بقى للبرجر. ما احنا ايه بيقولوا البطاطس بلاش نحمر كتير وبلاش نعمل كتير. بس احنا لا نستغنى عن البطاطس لا نستغنى عنها ابدا. احنا متربيين عليها اصلا يعني. خلاص طيب دلوقتي ايه وبتنجان دلوقتي اهو كده. بص البطاطس اهي هي كده خلاص خلصت. هطلع فاصل وهنرجع بعد الفاصل نكمل وصفاتنا. فاصل ونواصل. على قد ورجعنا من الفاصل. بصوا بقى انا بدهن الصينيه بس كده بالزيت. هعمل لكم دلوقتي معانا كيك شيف وهنعمل بيه النهارده صينيه الكيك المخططه. الكيك المخططه دي هنعملها بايه؟ بشوكولاته وابيض يعني ابيض وشوكولاته وفانيليا. بدهن بس كده الصينيه بالزيت كويس واجهزها بس كده. ادي كده الصينيه خلاص. طيب نيجي بقى للمقادير بتاعتنا. خلاص خلصت هقدمها دلوقتي مع البرجر. هنعمل ايه الكيكه دي المخططه دي نعملها ازاي؟ عندي هنا صينيه دي مقاس 28 عشان كتير قوي لازم مقاس الصينيه دي مقاس 28. عايز تعمليها دي برضو زي بقول لك كده. لو عايزاها اصغر لو عايزاها اتخن الكيكه بتجيبي صينيه اصغر. لو عايزاها ارفع يعني مش مشكله على فكره خالص ان ايه مقاس الصينيه ايه بالظبط. في ناس بيتلخبط ما يعملوش الوصفه عشان مش عارفين مقاس الصينيه. في كيكات عامه كل ما تعوزي كيكه اكبر كده يبقى الصينيه هتصغريها. كل ما تعوزيها رفيعه يبقى هتكبري الصينيه. ما بتفرقش بقى في الوصف حاجه خالص هو الطعم. طب نيجي بقى هنا نعمل الكيكه بتاعتنا المخططه دي. انا عندي 3 كوبايات دقيق. 3 كوبايات من الدقيق، كوباية ونص لبن، كوباية ونص سكر. مظبوط كده الوصفات هنا. كوباية الا ربع زبدة، 4 بيضات، باكو كيك شيف، ربع كوباية من الكاكاو او نص لو هو غامق يبقى ربع، لو فاتح يبقى نص، يعني بتكتري شوية عشان لونه يبقى ايه يبقى غامق. وفانيليا 2 باكو فانيليا او 3 باكو فانيليا. تاني 3 كوبايات من الدقيق، كوبايه ونص من السكر، كوبايه ونص من اللبن، 4 بيضات، كوبايه الا ربع من الزبده، ربع كوبايه او نص كوبايه لو الكاكاو فاتح، وفانيليا وباكو كيك شيف. طب المقادير دي كده. بص اي كيكات يعني الكيكه العاديه دي سهله جدا. الدقيق اللي هو 3 كوبايات نصه بيبقى سكر ولبن. يعني عندي 3 كوبايات من الدقيق يبقى نصه كام؟ كوبايه ونص. الكوباية ونص دول سكر والكوباية ونص دول لبن. محفوظة؟ طب نص السكر ونص اللبن المادة الدهنية سواء زبدة أو زيت أو سمنة. إدي ريحك. خلاص؟ فبقى إيه؟ نص الكوباية ونص إيه؟ كوباية إلا ربع، يبقى كوباية إلا ربع من الزبدة. يبقى 3 دقيق، كوباية ونص من اللبن، كوباية ونص من السكر، كوباية إلا ربع اللي هي نص الكوباية ونص من الزبدة. 4 بيضات، وممكن تحطي 3 لان انا ساعات بحط كتير على كل كوبايه دقيق بتاخد بيضه. انا هنا مزوده شويه حط 4 لان البيض حجمه مش كبير فحط 4 بيضات. فعندك 4 او 3 اللي تحبيه. ده مستوى كيك العادي. باكو كيك شيف، باكو كيك شيف على 3 كوبايات حلو. وعلى الكوبايتين برده بس بتشيلي منها حته صغيره حبه صغيره من الكيس. ربع كوبايه من الكاكاو او حسب انت الكاكاو ده حسب انت ما تحبيه فاتح او غامق. الكاكاو يعني يا نص يا ربع. واتنين باكو فانيليا او 3 باكو فانيليا
انا كتير بحب ان انا احط كل بيضه باكو فانيليا عشان تبقى ريحته حلوه. يعني ممكن تحط صاله الاربعه مش مشكله. طيب المعتاد بتاعنا اللي هو الخلاط، بسم الله الرحمن الرحيم، كوبايه ونص من اللبن. يا ام وائل اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك نجلاء؟ الحمد لله. ازيك انت عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. ايه اخبارك؟ الحمد لله نحمد ونشكر فضلك. الحمد لله يا حبيبتي امورينا. انا ليا سؤالين عندك. اتفضلي. انا عايزه اعرف القرصه الطريه وعايزه، انا جايبه حله الضغط. الكل بيقول لي الغطا لو مش تحكميه يطير منك، فانا عايزه يعني ايه تقولي لي على الحل الغطا بتاع حله الضغط. لا ما هو انت مش عارفه هو نوعه ايه، بس انت لا مش هيطير ولا حاجه ان شاء الله، انت بس لازم يبقى محكم. انت جايباها جديد ولا قديمه؟ ايوه جايباها جديده. لا لا جديد ده كله محكم ان شاء الله ما فيهوش اي حاجه، بس اقفليها حلو وخلاص، مفيش حاجه اسمها الكلام ده. وحتى انت لما بتطفي عليها طبعا بتسيبيها شويه لما تطلع كل البخار اللي فيها وبعدين تفتحيها، مش هتعرفي تفتحيها غير لما يفضل بخار منها، خلي بالك. ان شاء الله ده كلام قديم قوي، ده مفيش الكلام ده. لا انت ان شاء الله بس استعمليها عادي، واما تطفي النار من عليها ما تشيليش الغطا طبعا ولا تفكري تفتحيه غير لما البخار اللي فيه يطلع. حتى في الصفاره كده حاجه بتروحي عوجاها تطلع بخار اكتر، فانت طبعا لو عايزاها تكمل سوا ما تطلعيش البخار بسرعه، ادفي عليها وسيبيها هي هتكمل سوا منها نفسها وتسرب البخار ده بالراحه. لو انت لا حاسه اللي جوه ده استوى افتحي على الصفاره وخليها تطلع بخار كتير بس. بصوا كده انا اربع بيضات وعليهم الفانيليا، يبقى انا كده حطيت كوبايه لبن، اربع بيضات وعليهم الفانيليا، عندك من اتنين باكو لغايه اربعه زي ما انت عايزه، كوبايه الا ربع من الزبده، كوبايه الا ربع من الزبده، كوبايه ونص من السكر، كل ده نضربه مع بعض. بقلبها حلو قوي قوي لغايه ما كل ده ايه يختلط ببعضه. انا هنا حطيت الدقيق، تلات كوبايات الدقيق، عليهم كيس كيكشاف، ماشي، عليهم رشه الملح، كيس كيكشاف ده بيكنج باودر ومحسن الاثنين مع بعض في كيس واحد، نقلبها كده. يبقى كده ايه، تلات كوبايات دقيق، كيس كيك شيف، رشه الملح، واقلبه كله مع بعضه. المحسن بقى فايده ان البيكنج باودر اللي في كيس كيك شيف ده عشان يرفع، المحسن عشان كمان يرفع ويطرى وتحافظ عليه مده صلاحيه اطول. يعني كيكايه بدل مثلا لو انت عملت كيكايه عاديه بيكنج باودر عادي بتلاقيه تاني يوم بدات تبقى كيكه بتفرول معاكي، لا كيك شيف المحسن اللي فيه بيخليه ان انت يقعد معاكي يومين ثلاثه بمده صلاحيه اطول. ماشي؟ بس كده اتاكد بس ان السكر داب والزبده كمان، انزلها كلها على الدقيق بالشكل ده واقلبها. معانا سهير اهلا وسهلا. الو الو اهلا وسهلا. ازيك يا مدام نجلاء؟ ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ عامله ايه حبيبتي؟ الحمد لله. انا بحبك جدا جدا. ربنا يخليكي يا رب تسلمي. عيالي الاثنين بيحبوكي جدا. ما شاء الله ربنا يخليهم لك يا رب يا حبيبتي. انت عامله ايه؟ اهو الحمد لله كويسه. الحمد لله يا رب دايما. قولي لي ليكي سؤال؟ اللي انت عملتي الكيكه دي انا عملتها قبل كده بالبتاع ده ما نجحش معايا خالص. لا يبقى انت جبتيه مده صلاحيته منتهيه.
ممكن لازم تقري تاريخ الصلاحيه اللي عليه ده، تلاقيه قديم جدا على فكره، لان ده هايل جدا جدا يعني بامانه. بس كده احاول ايه انعمها قوي، واجي هنا اخد نص الكميه خليها ابيض زي ما هي. حد يديني معلقتين عشان المعلقه اللي هنا خلصت، وهحط كاكاو على النص التاني كده، وابدا ان انا اقلب الكاكاو. لو لاحظتي ان انت حطيتي كاكاو كتير ماشي، ومحتاج ان انت شويه سائل، ممكن تجيب معلقه لبن تاني. لاحظتي ان الكاكاو ما اثرش خلاص، بس هو الاحسن انك تضيفي معلقه لبن او معلقه ميه حتى، عشان ما يبقاش ايه. لا امال تخططوا ازاي؟ لازم كاكاو. استنى هاخد بس ايه معلقه ميه كده، معلقه بس كده، عشان يبقى القوام ده زي القوام ده، يا لبن يا ميه. عشان كده يبقى القوام ده قد ده بالظبط، لان طبعا الكاكاو ده بيبقى عامل زي الدقيق شويه كده. يس شكرا. عندنا عريس حاجه زي يا جدعان. العرايس بقى تبعت اسمائها بقى. عندنا عريس اسمه احمد، ده اسمه ابوك ولا بلاش. الله نعمل خير، وعنده شقه كمان الحمد لله. بصوا بقى انا كده عندي ايه، بكاكاو والابيض، هنجيب بقى معلقتين ونجيب الصينيه كده عشان نعمل بقى كيك المخطط ده. شوف شكل البوله دي مش مريحني، انقل البوله نضيفه اكتر شويه، شكلها يبقى لطيف شويه. معلش يبقى انا كده عندي كيكه حطيت عليها كاكاو وكيكه سبتها ابيض. طب ازاي بقى نوصل للمرحله ان احنا نخططها؟ بسيطه برده ما فيهاش اي حاجه. معانا مين هي بقى؟ اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، ازيك عامله ايه؟ تمام الحمد لله. الحمد لله، ايه اخبارك؟ تمام. كنت بس عايز اعرف مقادير معلش الكيكه اللي حضرتك بتعمليها. عيني. وبعدين انا عندي مشكله معلش في الكيكه. ايه بقى هي المشكله؟ اللي هي ساعات بتطلع غامقه من جوه. غامقه من لا بتقعد كتير في الفرن كده بقى. لا ده انا عملت يعني مش عايزه اقول لحضرتك وصفات كتيره يعني بمقادير كتيره جدا اكتر من مره وطلع نفس المشكله. يبقى البيكنج باودر بتاعك مش حلو. مش عارفه. او كتير يعني بتحطيه كتير. بس الكوبايه اللي حضرتك بتعاين بيها معلش. اللي هي المج ال 200 مللي العادي خالص ابو ايد ازاز ده عارفاه؟ هو ده. العادي ابو ايد ازاز ده الشفاف اللي مال الدنيا ده في كل حته. ربنا يخليك. شكرا جدا لحضرتك. الله يكرمك. شكرا جدا ليك. بص حطيت معلقه ابيض وفي وسطيها معلقه بني، وفي وسط المعلقه البني بحط معلقه ابيض كده. ماشي، وفي وسط المعلقه البيضة يعني هي تفرش لوحدها، خلي بالك انت بس حطي كده في النص كده وهي تفرش لوحدها. معانا ام ماجد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك؟ الحمد لله دايما والله ربنا يكرمك. ربنا يخليك يا رب. تسلمي. لما اتاخر انا عن نفسي وبصحى للكليات والمدارس ولازم ابقى مربوطه اقعد لي كده مش 11 مريض. ربنا يديك الصحه يا رب. ربنا يديك الصحه. ربنا يخليكي كده ويفرحك باولادك يا رب. يا رب يا رب احنا وانتوا يا رب. ربنا يخليكي. عايزه اقول لحضرتك حاجه بس ليا سؤال. بالنسبه لما باجي اعمل الكوفتات حضرتك بتدهني زيت بترش عليها زيت بس تحطيه في الفرن تحسي ان هو يعني ما ببصش عليها كل شويه تحسي ان هي بتتلسع من تحت، واخده بال حضرتك؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه بالنسبه للخميره اللي بنستخدمها الخميره الفوريه دي ايه نوع الخميره كويس؟ وعايزه نوع عجانه كويسه واخده بال حضرتك؟ ايوه. وبالنسبه للكيك انا السمنه عشان الكوليسترول وكده هل ينفع نستخدم زيوت بدل السمنه؟ طبعا المقدار بيبقى انا بقول اي ماده دهنيه نفس القيمه نفس القيمه كوبايه ربع برضه نفس القيمه؟ نفس القيمه كوبايه ربع برضه. بحط دايما بعمل مثلا كوبايه ونص دقيق على كوبايه اللي حاجه بسيطه سكر على برضه ايه ثلاث ارباع كوبايه زيت كده. فهل هو المقدار ده كده مظبوط؟ ما بصي هو الدقيق نص السكر ونص اللبن. الدقيق؟ نصه يعني اي كميه دي هتعمليها خدي نصها لبن برضه نفس الحكايه نصها سكر.
عشان ده المقدار ان شاء الله المظبوط. ونص السكر او يعني نص كميه السكر او اللبن دي يبقى نصها ماده دهنيه بقى، زيت، سمنه، زبده، زي ما انت عايزه. ماشي. بصوا بقى هنكمل بنفس الكميه بالشكل ده، بنحط الابيض هو هيفرش لوحده ما تقلقيش خالص. لا لا والله ده على طول ان شاء الله، انا بس عشان مرغي معاكم. ماشي. واروح حاطه في وسطيها الايه البني وهزيها كده هي تفرش لوحدها، ونروح حاطين الابيض. ماشي بالشكل ده كده خلاص. طيب هنطلع دلوقتي في فاصل، انا هكمل نفس الحكايه زي ما انتم شايفين كده، واحده بني واحده بيضة لغايه ما تجولي بالفاصل، وفاصل ونواصل. ورجعنا من فاصل. بص احط بس بطاطس جنب البرجر كده عشان شكلها حلو، عشان ده اصلها بقى لمؤاخذه معلش لازم ناكل بطاطس محمر يعني مره في الاسبوع او مره كل اسبوعين مش هيضر، ما نكترش بس. ماشي. بصوا الكيكه بقى دي بعد وهي بص مرصتها، عايزك تشوف شكلها، ما خدتش وقتها وخلصها من بدري اهو. بصوا كده اهي، ودي بعد ما استوت. بصوا الاثنين تمام. طيب اهي انا بس معلقه جوه معلقه جوه معلقه، بتستوي بتبقى بالشكل ده. اقطعها عشان نشوف شكلها من جوه ايه. عايزين مربع ولا مدور يا اولاد زي التورته؟ ايه اللي انتوا عايزين؟ عشان نقطع التورته مظبوط بعد كده لازم ايه نعملها ايه مربعه يعني اربع تربع كده، وبعدين كل ربع نقسمه على اتنين بطاطا تطلع معاكي التقطيع بتاعها مظبوط ان شاء الله. فنيجي كده بقى هنا ناخد اوريها لك وهي مستويه. طبعا خلاص شفتيها وهي نيه هحطها في الفرن اهي. بص شكلها كده مخططها ازاي، هي دي عشان عملناها بالطريقه دي تايجر. هحط بقى ايه دي في الفرن على الرف الوسطاني، بس هنزل الرف شويه يعني الرف يبقى في النص، على 180 درجه. بتقعد حوالي ساعه الا ربع. طبعا نتاكد من ان ازاي ان هي استوت، بقعد خله او حرف السكينه كده وننزلها في وسط الصينيه، طلعت السكينه نظيفه تبقى خلاص مظبوطه. ادي كده الكيك المخطط اللي الكيك شيف بالشكل ده. وادي كمان بص المكرونه بقى عامله ازاي، فيها بياض البيض مستوي وكل حاجه تمام وكله طالعه زي الفل من الكب بتاعها مظبوطه جدا زي بقى، عشان كده بقولك تنفع المدرسه حلوه قوي قوي. ممكن نعمل برجر. وعندنا ايه كمان للتقديم؟ ملح خس اهو بنعمله اهو، بنعمل فطار بكره ايه؟ هنفطر مع بعض بكره ايه؟ هنفطر انا عندي عيش كايزر بقى شرياه عاملاه، طبعا مش كل يوم انا عارفه مش كل يوم هتعملوا عيش، بس النهارده احنا عملنا البرجر فهنكتفي ونشتري عيش ليه بعده. خلاص هاخد كده احط كاتشب، حطيه على العيش كده على طول، وناخد برجرايه المنظر طبق حلو، وناخد عليه خس. حط في العلبه كده، ممكن جنبها كمان حبه خس كمان، يبقى ده الخضار بتاع النهارده اللي هو الخس، جنبيها بلح، بلح حلو قوي طبعا كله طاقه، ممكن ايه ناخد خمس بلحات حلوه، لو تجيب علبه مقسمه طبعا هيبقى افضل علشان ما ايه مش كله يعوم على بعض او يبقى الطفل يعني ملتزم بيها قوي. حابه تحطي كمان واحده من المكرونه دي معاها، ده لو بياكل الولد كويس، او عايز تحطي بس مش عايزه تحطي سندوتش برجر ما عملتيش برجر وعملت البيض لوحده حلوه قوي برده، هتحطي مثلا اتنين من دي فيها الصفاره وفيها كلها بيض وجبنه حلوه جدا. حابه تحطي شويه بطاطس محمره جنبها، ناخد شويه بطاطس محمره جنبها كده. ماشي يا عيبه مش مكفيه، كنا عايزين نحط كيكه. ممكن نحط كيكه برضه مش هسيبها، ممكن ناخد قطعه كده من الكيك
لازم يبقى في حاجه حلوه عشان الطفل لما ياخد السكريات دي هيستغنى ان هو يشتري حاجه من بره، ويا ريت يحصل كده الكلام ده. طبعا العلبه لو مقسمه هتبقى احلى كتير يعني. تمام كده؟ ادي كده هنفطر ايه بكره؟ ساندوتش برجر، بطاطس محمره، كيكه وبلح. يبقى عملنا مع بعض ايه النهارده؟ وخاص بقى كمان عشان يبقى الخضار بتاعنا، خدنا الخضار الخاص وخدنا الفاكهه البلح وخدنا سندوتش البرجر وقطعه الكيك كده، بيتهيألي ان شاء الله مش هيفكر اي حد يشتري حاجه من بره. عملنا ايه مع بعض النهارده؟ عملنا كب المكرونه اللي جبنا مكرونه سلقناها شوحنا لها شويه بصل صغيرين عليهم ملح وفلفل، قلبتها مع المكرونه المسلوقه، حطيت فيها بياض البيض، انا حطيت على النص كيلو بتاع ست بياض وشويه جبنه رومي مبشوره، وزعتها في قوالب الكب كيك، ورحت حاطه فيها الصفار، حافظت على الصفار في القشره او في طبق لو انت قدرتي تشيليه بالرحمه من غير ما تكسريها، وحطيتها في كل واحده صفاره. عملت حاجه تانية دلوقتي، بقيه المكرونه اللي كانت موجوده بصوا الشكل ده اللي هي بالبيض والجبنه، قلبتهم كلهم مع بعض ورحت حطاهم في الصينيه، حطيت عليهم البرجر ني على فكره مش مستوي، وعليه شويه جبنه رومي، ودخلتهم كلهم الفرن. المكرونه مسكت والبرجر على وشها. دي غدوه النهارده، يلا زياده كده للي يحب يعملها النهارده. وعملنا البرجر مع بعض، يا ريت تشوف القعده الساعه 9 ان شاء الله عشان الحلقه كده خلصت. ويا رب، وعملت كمان سلطه البطاطس بالخل والثوم، ويا رب الحلقه تكون عجبتكم. اشوفكم على خير بكره، الى اللقاء. Thank you.